السلام عليكم. سي جمال، الى خدمنا هذه الاصلاحات الكبرى اللي بهمات المقر النادي البلدي، شنو هي اهم الاصلاحات؟ السلام عليكم. تنبغون نشكروا جريدة الجهوية بريس على الزيارة لهذا المقر اللي هو مقر النادي البلدي، اللي سنعتبره واحد المعلمة. كما جاء الكلام ديالكم انتم لاحظتوا واحد العدد ديال الاصلاحات. هذه الاصلاحات اتخذ قرار في الجامع العام ديال مؤخرا اللي كان في بتاريخ 27 دجنبير 2019، واللي وعدنا المنخرطين ديالنا ولوا الفروع باعاده اصلاح هذا النادي. وكما تتشوفوا راه كما جاء الكلام ديالي قلت بانه هذا راه معلمه النادي البلدي، راه معلمه واللي هو المكتب المديري اللي تيطمح في تربيه الشباب ديال المدينه، وبفضل مجهودات ديال الناس المنتخبين ولا مسؤولين على مدينه المحمديه، عميل صاحب الجلاله ولا السيد الباشا اللي تيدعمونا بدعم ولو على الاقل دعم معنوي. خدينا قرار على اساس هذا الاصلاح هذا باش نصلحوا هذا النادي، باش يكون تيخضع لواحد المعايير والمواصفات اللي تطلبها الرياضه. كما شفتوا راه كاين اصلاحات على جميع سواء القاعه ولا المرافق الصحيه، وعندنا برنامج ان شاء الله ديال اصلاح الملاعب حتى هما كذلك. لهذا راكم تبعتوا كل شيء، اكيد انه ان شاء الله بحول الله انه سميتو لهذا النادي غادي يكون في المستوى ديال التطلعات ديال الشباب ديال المدينه، وكذلك حتى الناس الرواد ديال هذا النادي يعني يكون في تنطمحوا باش يكون هادشي في التطلعات ديالنا ان شاء الله بحول الله.